أهلا وسهلا، مين معي على الخط؟ الو، مساء الخير. مساء مساء الخيرات. الخير. أهلا مساء الخير وسهلا أخ ضياء، تفضل. حبيب الرب يباركك، شكرا على وقتك. شكرا، انا شفت اسم البرنامج بصراحة حبيت اشارك معك في هذا البرنامج. ربنا يباركك يا أخ ضياء، تفضل. انت مسيحي يا حبيبي اخ شكرا ضياء شكرا. ولا عابر؟ نعم، لا انا عابر. طب بما انك عابر بقى قول لنا ايه يعني تأثير القيامة على حياتك كعابر؟ نعم أخت رشا، أنا بصراحة من أجل هذا الموضوع حبيت أشارك معاكم يعني من القيامة كحقيقة لا خيال. يعني لو نتأمل في الكتاب المقدس، كثير آيات بتكلمنا عن قيامة المسيح، هي قوة لعظمة الله. الإيمان بالقيامة هو الإيمان بالله. المسيح هو اليوم قيامته جاء ليتمم وعد الله المذكور في الكتاب المقدس. حتى لو نرجع في كورنثس الأولى مثلا، أو أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتاب المقدس، وأنه مات وقام في اليوم الثالث، هذا تتميم لوعد الله اللي موجود في الكتاب المقدس. هو حقيقة إيمانية نطبقها على أرض الواقع ونعيشها أساسا، مش مجرد كلمات. قيامة المسيح إثبات اليوم، هي الشيء الآخر، هي إثبات للمصداقية الإلوهية وإثبات النبوءات في العهد الجديد والعهد القديم. لو نقرأ كل الإصحاحات اللي موجودة في الكتاب المقدس، هي أيضا بتخبرنا في كثير نصوص، هي بتخبرنا عن قيامة المسيح. نعم أخ ضياء، يعني طبعا تشاركت عن القيامة، بس أنا يعني حتى ولو بكلمات هيك بحب أسمع كيف أنت تعرفت على المسيح. نعم أخ نزار، أنا أولا أنا من عائلة مسلمة متشددة جدا، يعني من أب شيعي وأم سنية، فهنا نقطة الانطلاق يعني أساسا. فأنت تعرف هذه الأمور، يعني أساسا في بلادنا شيء ممنوع أنه واحد من طائفة يتزوج من طائفة أخرى، وهنا يعني بتكمل كمية التناقضات بالأفكار والسلوكيات والعادات اللي يتربوا عليها الأهل. ف داخل البيت أنت بتشوف أهلك، يعني كل أحد عنده فكر معين، بيحب يقول أنا الصح لا أنت الغلط. فهذه التناقضات ما بين الأهل هي أساساً كانت بتوديني إلى أمر آخر، إلى شق ثالث يعني أساساً. فبديت أبحث أكثر أشوف مين اللي صح. قرأت الفكر السني، قرأت الفكر الشيعي، قرأت القرآن، حابب أوصل إلى شيء معين. ما في شيء معين، ما في نتيجة نهائية، ما في شيء خلاص أبدي لإله. التجأت أكثر من كتاب صراحة، قرأت حتى الكتاب الصابع المندائين اللي كان زربا، لو تعرف عنه حضرتك أكيد قرأته. ما في أي شيء. قرأت الكتاب المقدس، بتشوف حقائق علمية وإثباتات هي اللي بتوصلك إنه المسيح هو الإله الحقيقي لا غيره. أمين. نعم. إذا عندك أي سؤال. طيب بما انك انت بتتكلم على تحقيق النبوات وبتقول ان القيامة دي بتديك ضمان، ايه اللي بتديهولك القيامة كعابر؟ يعني ايه اللي انت اخدته كعابر من القيامة بما ان احنا بنتكلم على القيامة يعني؟ نعم، اخت رشا، القيامة بالنسبة للشخص المؤمن هي الانتصار والغلبة لكل شخص مؤمن. لكل شخص مؤمن بقيامة المسيح هي حجر الأساس، حجر أساس لإيماننا. يعني حتى لو نقرأ في كورنثوس الأولى الإصحاح 15، يقول إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل إيماننا. أساسا هنا في الآية هاي العلاقة الشرطية متصلة بالإيمان. نعم، متصلة بالإيمان، متصلة بالقيامة. إيماننا لا يمكن أن يكون إيمان حقيقي بعدم وجوب وبعدم إيماننا بالقيامة نفسها. إيماننا راح يكون متخلخل إذا ما عندنا إيمان بالقيامة. إيماننا راح يكون ما عنده أي أساس. قيامة المسيح هي عربون لميراث كل إنسان مؤمن. فبما نعم. أنك أنت عابر إلى المسيح، وإحنا في هاي الفترة الزمنية عم نتذكر آلام صلب وموت وقيامة يسوع المسيح، معظم الأغلبية في الشرق الأوسط لا توافق على هذا الإيمان المسيحي. إيه ممكن، شو الرسالة اللي ممكن توصلها للي بيشاهدونا وللي بيسمعونا من شخص عابر؟
نعم، أخ نزار، يعني لو وقت البرنامج تسمح ما أحب أطول عليكم كثير. بصراحة إحنا نسمع كثير ناس ما يؤمنون بقيامة يسوع، لكن في بعض الشبهات يقول لك مثلا إنه كيف التلاميذ أخذوه من القبر وتركوا إنه ملابسه في القبر، تركوا لما راحوا السيدات في القبر لقوا الكفن واللفائف موجودة في القبر. كيف هل يعقل إنه التلاميذ سرقوا المسيح وسرقوه بدون ملابس، يعني سرقوه تركوا اللفائف؟ هذا الشيء الأول، يعني هذا يعني العقل الإسلامي، سوري الكلام دوت، العقل الإسلامي، العقول الإسلامية عقول مغيبة، بيؤمن بشيء ويناقش شيء آخر. يعني حتى لو فعلا التلاميذ كانوا حيسرقوا في عهد بيلاطس، والدولة كانت متشددة أساسا في ذاك الوقت، بيحاربوا المسيحيين بيضطهدوهم، هم كان عدد التلاميذ عدد قليل، فكيف أنهم عندهم السلطة أن يأخذوه ويسرقوه من القبر؟ اساسا هم حتى لما قبضوا على يسوع وقتها اغلب التلاميذ هم نكروا اساسا، قالوا احنا ما نعرف، واللي راح سكن في بيته وسكر الباب على نفسه قال انا ما، فكيف انهم يقولوا راحوا سرقوه؟ يعني معك حق اخ، يعني الفكره انه في كثير نظريات وكثير بدع وافكار خاطئه حول القيامه، منها سرقه الجسد، منها فكرة المؤامرة، منها فكرة الذهاب إلى القبر الخطأ. يعني حتى يوسف الرامي اللي وضع المسيح في قبره كمان برضو أخطأ في القبر. وطبعا النظرية الفاسدة التي تؤمن أن المسيح فعلا اتصلب، ولكن لما أنزل إلى القبر برودة القبر انتعش ورد وظهر للتلاميذ الأحمدية بأمنه في هذا الموضوع. وأنا يعني مش عاوز أتكلم عن النظريات، ولكن ربنا يباركك وربنا يستخدمك وربنا يحميك يا أخ ضياء، ومن فضلك تواصل معنا، دايما تواصل معنا، نحب نسمع منك.